تم اليوم الإعلان عن المشاريع الفائزة بجائزة الأغا خان للعمارة 2019، والتي جاء من بينها مشروع إحياء مدينة المحرق إلى جانب 5 مشاريع من دول أخرى، وذلك ضمن احتفال أقيم في كريملين قازان بمدينة قازان الروسية. الفوز بجائزة مشروع إحياء مدينة المحرق، والتي ستتسلمها معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار، جاء بعد نجاح المشروع الذي حمل عنوان مسار صيد اللؤلؤ شاهد على اقتصاد جزيرة، في تسليط الضوء على تاريخ صيد اللؤلؤ في موقع التراث العالمي، إضافة إلى قدرته على إعادة التوازن للتركيبة الديموغرافية داخل أزقة وفرجان المدينة، والحفاظ على عدد من المواقع والأبنية التراثية والثقافية فيها، بدءا من منازل الغواصين المتواضعة إلى مساكن الفناء الرائعة، وصولا للمستودعات التجارية، إلى جانب ترقية واجهات حيوية أخرى.